كيقول لهم كتكذب الخبره وكيقولوا له سير بحال ما حنا راه ما غنحماقوا في هاد المسطرات. كيفاش هادشي؟ واش بنادم تيكذب الخبره مكانا وزمانا وتموضوعا؟ فيه واحد تقبى هنا تقبى وسائل من الدم. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه. نهار 22 شهر 7 من 2017، احمد زعباط وجد ميتا بنواحي سوق الاربعاء وتحديدا جماعه بني مالك. الروايه الرسميه كتقول بان السيد توفى نتيجه عمليه اختناق، ولكن اسره الفقيد كتقول بانه مات مقتول. هذه القصه غنسمعوها اليوم مع اخ المرحوم احمد زعباط. سي اسم الكريم مالك زعباط. مالك مرحبا بك سي مالك. الله يجزيك بخير والبركه في راسكم. اسمنا واسم زوار الموقع والمتبعين كنقدموا لكم باحر التعازي في الوفاه ديال سي احمد. كنشكروك سي حميد، وكنشكروا الموقع ديال البديل، وكنشكروا الطاقم التقني اللي صار على هذه الحلقه اللي جينا اليوم باش نحكيوا القصه ديال هذه الواقعه اللي هي عمرت دابا 5 سنين ولا 6 سنين، 2017 الى يومنا هذا. وحنا هذا اللغز ديال هذه الوفاه باقي ما شدش الطريق ديالو، اللي مأكدين انتم بان مأكدين، وعندنا قرائن وعندنا دلائل. اعطيني القرائن، يلا نبداو بالقرائن. انه نهار 21 7 2017 توجدت السياره ديالو، هذا المعلومه الاولى، غارقه في القناه ديال الري. قناه الري راه فيها ما عرفتش شحال مئات الكيلومترات وعامله بالساقيه كيسقيو منها الفلاحه. بطبيعة الحال تعلموا السلطة والدراك والمصالح المختصة جات هزت السيارة من القناة بالوسائل ديالها والوقاية المدنية وحطوها فوق القناة. الغريب من هنا غتبدا القصة ديال الغرائب، هي أنه ما توجدش هو داخل السيارة. سيارة خاوية ما فيها السيد. كانوا بلا هي الاولى بانت، هي الاولى. منا غنبداو دابا عاد غنجيو للوفاه. شكون اللي شاف؟ كانت باينه ولا كيف؟ باين السطح ديالها هي غير الماء واصل ليها حتى تقول حتى لهنا. علاش قلت لك انا ما كيبان منها الا السطح. اها ملي تعلموا المصالح جات السلطه، جات الدرك، جات الوقايه المدنيه، داروا خدمتهم. يلا هزوا الطوموبيل بالديباناج حطوه فوق في الباكوطي ديال الساقي. اها قلبوها ما فيها السيد ما كاينش حتى واحد ما في هذا الطوموبيل. جبروا شي قرعه تما ديال الشراب، داو الطوموبيل الفوريان. الوقايه المدنيه بدات تقوم بعمليه ديال التمشيط ديال الماء، كتقلب عليه. قلبنا عليه حنا بالخبابش. مع شنو الخبابش؟ الخباش هذيك اللي كيخبشوا بها الجنجم. مشطنا الماء باش نحيدوا السك. دابا راه حنا عندنا الطوموبيل. ها الطوموبيل فين هو مولاه؟ هو مولاه البارح حتى الليل هو مع الدراري. عند الطوموبيل ديالو؟ ديالو هكاك. هو شنو كان كيدير هو في خدمته؟ موظف في الجماعه ديال جماعه بني قريه بن عوده. داكور. اها الطوموبيل ديالو بيت عنده؟ ديالو بيت عنده. كان مع المعلومات اللي غتجينا من بعد، راه كان مع واخا خلينا في التمشيط. مشيتو كتجي الكرباشات؟ جيبو اسيدي مشط منا، درنا القنانب من هنا ودرنا القنانب من لي. الساقيه كبيره كنجروها من هنا ما كاين والو، كيجروها هذوك اللي ما كاين والو، كنجروها هنا ما كاين والو. مشينا بها واحد المساحه تنقلبوا. يلا واخا تكون نجم غنقلعو. خلي دابا هو ما كاينش في الطوموبيل، والبيبان ديالها ما محلولين، الدجاج ديالها ما مهرسش. كي لقيتو البيبان محلولين؟ ما محلولين ما والو. احنا ما حضرناش، ولكن الوقائع كتقول على انه لقاو الطوموبيل ما والدجاج طالع. الدجاج طالع والباب مسدود وكلشي مسدود، والاثار ديال واحد الجر في الساقيه قبل ما تطيح بقى معلم في الساقيه. تتعرف مدايره هكا شويه بونشيا قبل ما تطيح بقات غاده مجروره عاد طاحت. يلا راه كاين في التصاور وغنوريهم لك حاجه. قلبنا مع الوقايه المدنيه ما كاينش. قلبنا الى حدود واحد 500 متر من البلاصه اللي غرقت فيها الطوموبيل حتى لواحد الصفاي في الساقيه. كيكون واحد الحاجز 500 متر باش بعيد بالضبط بالجي بي اس من البلاصه اللي غارقه فيها الطوموبيل لذاك السقاي. مشينا كنخبشوا حتى لحقنا لتم. السقاي راه ما يمكنش تفوتو، راه قرعه سيدي علي تيشدها. اييه
والله اي حاجه غادا تما تتبلوكا تيبلوكيها عارف هذاك حاجز هو حاجز. وصلنا لتما رجعنا بالتخباش ما كاينش. مشاو حولهم المومبيه قال لك السيد راه ما كاينش هنا. غير خليني اعطيني واحد الثانيه عنزيد نوضح شويه للجمهور باش يمشيو معنا وحده بوحده. دابا السي مالك غير هذه النقطه مهمه ديال الحاجه باش يعرفوا يعني السقايه كتكون بحال هكا كتمشي لواحد البلاصه كيكون بحال الصور مبني هكا القرعه ما كدوش منه هذاك هو الحد يعني بنادم ما يمكنش يسلك من تما. اي حاجه ما تدوش. ياك لقيتوا شي حاجه لاصقه في ذاك الحيط؟ لقينا اللي لقيناه في الساقيه باقي غير ما تنفخش وما طلعش فوق الماء هو الجثه ديال واحد الكلب. لقيتوا كلب؟ كلب لتحت قلنا احنا نسحبوه هو. وهذاك الحاجز فيه شي قراعي وحابس شي حاجه شنو كان حابس؟ حابسنها نعطيك تصاور معززين بالتصاور. ها نعطيك على ان الجثه ديال الكلب راسها حبست والخش اللي غادي في الساقيه دوك هذاك الحاجز كيحبسوا كيحبسوا. هذاك الحاجز شنو وظيفته علاش كيديروه؟ وظيفته كيديروه باش هاد هاد الاجسام العائمه اللي هي دابا عواد وخش ولا تقدر تطيح فيه بقرة ولا يقدر يطيح فيه هاد الكلب ولا يرميو فيه شي حاجه باش ما كيحبسهم تما باش ما يمشيوش لدوك المحركات ديال الضخ اللي باقا الساقيه غادا باش يديروا لي امبان. ها دوك المحركات ما خصهمش يمشيو لهم ما خصهمش يمشيو لهم. اذا هذا الصفاي الصفاي هذا الصفاي هذا الصفاي هاكاك. ملي وصلوا لتما دابا مشينا جوج المرات للساقيه مشاو بحالهم البومبيه. دابا كثرت القيل والقال كان مع فلان البارح كداروا بلاتي خليك معايا السيمات. هاد العمليه ديال التمشيط وسط قبل ما شحال دامت؟ يكون شي ثلاثة السوايع وراه غنعاودوها ثلاثة د المرات. دابا بحكم انا كنت في السلطة مشيت الخدمة ديالك؟ خليفة القائد المتقاعد. اييه مشيت للناس ديال لوفيس رغبناهم قلنا لهم الله يجازيكم بخير عرفوني انا ولد البلاد تما وخدمت تما وشديت مسؤولية تما. قلت لهم عاونونا. هذاك الاخ راه هذيك الطوموبيل راه ديال الاخ. قال لك واش ديال الاخ ديالك؟ قلنا لهم غتعاونونا بواحد الطريقة إلا كانت حدود الإمكان. هي غتحبسوا لنا الماء من الجري ديالو باش تخوى الساقيه باش نعرفوا راسنا واش غنقلبوا في البر ولا في الماء. هانيشا استاجبوا مساكن. قالت لها جينا امور ديال الاداره وعيط على المدير وتسقاو الفلاحه تما بقيتي تبقى تما بقيتي غنديروا معك هذا الشيء. داروا معنا الله يجازيهم بخير. مشاو لواحد ستاسيون حبسوا الماء النهار كامل الليل كامل ديال العشرين نهار الواحد وعشرين ديال الواحد وعشرين نهار 22 السيد غادي الصباح الفلاحه ديالو هز التليفون عيط لي قال لي اخوك خوات الساقيه لا غدا لا غد ليه هذاك النهار اللي دوزتو التمشيط كامل ما وقع والو 21 اها 22 راه هي انتشال باش هزينا السيد من شافوا بان بوحدو ولا كيفاش؟ بان بوحدو راه ما بقاش الماء في الساقيه حيت داروا ديك خوات الساقيه. واخا دابا باش نوضحوا للجمهور الكريم بان ما بعد الحاجز ولا قبل الصفاي؟ مور الحاجز ب 500 الصفاي الصفاي من مور الصفاي ب 500 متر. بمعنى اخر اللي جمع ال 500 ديال السقاي مع السياره وال 500 ديالو مع فين لقيناه كولومير. هذا هو اللغز اللي تنقولوا حنا دابا بغينا نعرفوا له كي دار واش هاد الجثه طارت يعني طارت في السماء وهبطت لتحت. وإلا طيحت تما هي قبل السيارة شكون دا السيارة؟ وإلا طاحت السيارة شكون دا هو الهج؟ هذا الجانب الأول اللي محيرنا حنا. دابا القصة ديال الطرف الآخر وصلتنا معلومة على أن ولد واحد المسؤول جماعي هو اللي كان قبعه في الليل في الليل. قال لك ساق السيارة ديالو مشى معاه لسوق الثلاث كان تما شي مهرجان. الاخ ما عندوش البيرمي. اها اخ ديالك؟ اه هو صاحبه كيبقى معاه دائما. وكيفاش عنده الطوموبيل ديالو ما عندوش بيرمي؟ حيدوه لو كان دار شي حادثه هكاك غير يشرح للناس يعني ماشي ما عمره ما دار بيرمي. لا عنده البيرمي وكان دار شي حادثه وداروا له سحب عنده عقوبه سحب صخرصه سياقه هكاك سياقه. صاحبه كيصوب مشى داه لسوق الثلاث هو داروا في المهرجان ديال سوق ثلاث اللي هي بعيده من سوق الاربعه بشي 10 ولا 11 كيلومتر وجاو بحالهم. اها في الطريق ديالهم هزوا واحد الزميل ديالهم. اها سميتو بكنيتو. اها ركبوه جابوه ال... اها جاو سكرانين كاملين. اها جابوه لسوق الاربعه تيقول هذاك الثالث هو اللي غيعطينا دابا هذه المعلومه. غايقول لنا راه جابوني حطوني في الدخله ديال الساقيه وكملوا الطريق ديالهم مع الساقيه الساقيه. اها حطوا هذاك السيد مشى بحالو لدارو كيسكن تمايا في الجوار ديال الساقيه. قال لك خليتهم زادوا تما مع الساقيه
واللي صايق هو فلان الاخر الاخر اها ولد المسؤول اللي هضرنا به. حنا قبل ما نوصلوا لهذه المرحله ديال هذا مشينا جاتنا الاخبار على انه راه البارح كان مع فلان وفلان على هذا ولد المسؤول ومعاهم هذا اللي جابوه من سوق ثلاث. مشينا عند هذا اللي في سوق ثلاث قبل ما نمشيو هذا اللي عاد في سوق ثلاث مشينا للدار ديال ولد المسؤول اها صيفطنا له الدري ولدي ومعاه واحد الدري من الدوار قال له سيروا سولوا على هذاك الدري ولد المسؤول واش كان معاه فلان على المرحوم. خرج عندهم قال لهم هذه ثلاث ايام ما شفتو ثلاث ايام ما شفتي وحنا مأكدين على ان السيد راه جا قالنا راه كانوا ثلاثه وجاب بجوج وجابوني معاه. كذب كذب. صيفطنا الدري الولد والاخ وهذاك الدري اللي معاه مشاو داروا تصريح في السياق الضابطه حل المحضر ضابط قالوا لي راه مشينا حنا انا وفلان وفلان عند فلان وراه قالنا هذه ثلاث ايام ما شفتو سمعوا منهم هما كاين متقن في المعاضيق. سالت هذه القصه هذه بدا جناس درنا هزينا المرحوم جناه مني عيط لي السيد قال لي ها خوك هو هنا في الساقيه في الفجر ديال 22 مشينا بالامبيلونس ديال الاموات ديال الجماعه وهزينا المرحوم دينا المقبره لا التشريح باقي التشريح دينا للتكنه ديال الدار قلبوه بعدا وعراوه بحضوري دابا هو راه في دار الحق قلبنا. صغر منك هو؟ هو صغر مني صغر مني بزاف بيناتنا بزاف الاخوان قلبناه بيض ما فيه والو فيه واحد تقبة هنا تقبة تقبة وسايل منها الدم ديال اش التقبة؟ ما عرفتهاش واش شنيا تقبة وسايل منها الدم واصل على هنا راه كاين في المحضر وكاين في المعاينة ديال الدرك وعنده الدم في الشارب ديالو راه كاين في المعاينة كاين ديال الدرك كاين انا كلشي غنعطيه لك بالتصاور وبالمحاضر ما عرفتش حاجة ما هي عندني دابا كنهضر لك انا كنهضر لك انا من راسي عطاونا وريقة نمشيو نديوه داوه هما للسكير جمعناهم حنا للطبيب ديال باش يديروا اسمح لي اسمح لي هذه الضربة هذه واش غير شي نبشة ولا كتبان لك غارقة؟ انا تتبان لي تقبة ما كبيراش وما صغيراش ولكن سايل منها الدم واخا خرجناه من الساقية الساقية دابا راه في الماء الماء وتخرجوا الدم فيه انا قوت الحوايج الدم في الشارب ويلا زين ديناه للطبيب باش يديروا له التشريح صاوبوا دوك الاجراءات ديال النيابه العامه انا لحقنا للتشريح تما شافوه الطبيب اللي غيدير له التشريح شاف فيه هذا الشيء تحفظ قال لك انا هاد الاثار ديال هذا ماشي اختصاصنا ما حنا ما عندناش وسائل باش نديروه هنا محليا سوق الاربعه ايوا خصك تمشي دي هاد الوريقه ترجعها للوكيل الملك ويعطيك ورقه اخرى اللي خصك دير للقنيطره باش دير له تشريح ثلاثي ديال ثلاثه الاطباء ثلاثه الاطباء محلفين هادشي نهار السبت جاو الدارك تما عينوه شافوه في الطبيب دارت الاجراءات ديال النقل ديناه للقنيطره للقنيطره المستشفى الادريسي لا جناه لهنا لا مورغ هنا واحد لا مورغ هاي هنا في الشارع معليش اها زيد تما حطيناه كان دابا السبت لقى الحد ما كانوش ثلاثه لقيتو جوج لقينا جوج الجوج قالك ما نديروش ثلاث اثنين ثلاث اثنين يلا قعدهم قعدهم يلا نهار اثنين راه داروهم لوطوبسي هي هذه اللي قالك اختناق ميكانيكي عنده اختناق ميكانيكي ميكانيكي هذا الشريحه هي هنا قدامنا غير هو كاين شارو لبعض الحوايج عنده شي خدشات هنا شي سميتو عليه اربعه ديال الخدشات في ظهرو في الكتاف ديالو وعندو شي بحال شاك في شي حاجه من هنايا منفوخ عليه من شي وحده من تما وشي واتر الدم ديالو هما سيتاو هاد الحوايج اللي فيه نقاق خلصوا خلصوا الى ان هاد الامور راه اختناق ميكانيكي دار المحضر تحال على ما قالوش مضروب معرض للضرب ولا لا كاين هنا شي حوايجات هما هنايا مذكورين فيه خدشات فيه كذا فيه كذا فيه كذا هما مذكورين ولكن ما قدروش يحدوه ما حدوش اها وصيفطوا
وقالك نظرا لظروف وملابسات الوفاة صيفطوا الكبدة والقلب والليران وكذا واحد السونتر هنا ديجيان في الرباط كونتوني ايه اي تي فيكتشي او صوغا ادريسي لانستيتي ناسيونال ديجي ايه اها ايوه صيفطوا هاد العينات ثاني للرباط اها جا الملف النيابة العامة هنا في الاستئناف جينا حنا واحد الشكاية شنا حنا الدارك ما خدامين جاي بالسرعة اللي خصهم يخدموا يمشيو يجيبوا الناس يقلبوا ولد مسؤول جماعي هو اللي كان معاه مسؤول جماعي هو اللي كان معاه هو اللي كان معاه هو اللي بقى معاه هو اللي جا جا ويقول لهم انا اللي كنت صايب يلا شفتوا الدارك الملكي ما خدامش جينا الدارك الملكي ما خدامش جينا درنا شكاية النيابة العامة هنا مسؤول القضاء شكون اللي عز عندكم الشكوك اكثر باش تشدوا في الشكايه شنو هي اكبر قرينه اللي هي انه لقى من بعد الصفاي لقى من بعد الصفاي كي داير نقز كي داير والدم اللي فيه الدم هنا الدم هنا والدم في الشارع كبد يابس وعاد الكذبه اللي كذبوا الاخرين قالوا ما كانش معنا ما كانش مع هذاك المسؤول ما كانش معايا ودي ثلاث ايام ما شفتو ود المسؤول ود المسؤول والحال وفي المحاضر والحال انه هو غيجي ويقول راه كان معايا راه غيولي يتناقض غيولي يتناقض كاين في المحاضر التناقض ديالو المحاضر التناقض ديالو غنسيتيه ليك اعطيه لي هذا هو المهم اييه دابا التناقضات اللي كاين هو عبد السلام البوراري تيقول في المحضر 23 شكون هو عبد السلام البوراري هو اللي جابوه من سوق 3 مكبن معاه من يمشيو يسمعوا له الدرك شكون هما اللي جابوا خوك الله يرحمه وولد المسؤول وولد مسؤول جماعي جماعي كانوا غادين في الطريق في المهرجان جايين بحالهم من سوق 3 جايين شكون لقاو في الطريق هذا عبد السلام البوراري هذا بدا شاهد شاهد هذا اش كيقول هذا عبد السلام البوراري عبد السلام البوراري في يوم البارحه حوالي الساعه الخامسه هذه الشهاده ديال داك السيد اللي كان مع المرحوم وولد المسؤول الجماعي اخر واحد شافو ما هادو الثلاثه اللي بقاو الله هو اللي غياكد اللي غيقول لكم راه خوكم راه كان معاه فلان في الليل هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد الوحيد ها في يوم البارح حوالي الساعه الخامسه مساء خرجت من المنزل متجها الى الحانه المتواجده بالسوق الاربعاء الغرب عند المسمى القاسم حيث اقتنيت قنينه من النبيذ الاحمر بثمن 60 درهم بعدها توجهت بواسطه سياره اجره الى سوق توتا الغرب حيث احتسيت قنينه في مكان مظلم خالي بسوق 3 بعيدا عن الانظار بعدها حوالي كان يتولى السياقه سياره المسمى احمد الزعباط هو المرحوم هو المرحوم الطنوبيل ديالو والذي كان برفقته واللذان اعرفهما حق المعرفه توقف المسمى هذا بلا ما نسميوه ولد المسؤول هذا ولد المسؤول ياك جماعي هذا ولد المسؤول الى مدينه السوق اللي نتوما كتشكوا فيه الى مدينه سوق الاربعاء الغرب فقبل بذلك وفي الطريق كان يحتسيان هما اخرين نبيذ الخمر حتى هما كانوا كيشربوا بجوج خوك ولد المسؤول كانوا كيشربوا فصعدت السياره رفقتهما بعدها توجهنا الى مدينه سوق الاربعاء الغرب وفي مدخل المدينه اخبرني المسمى ولد المسؤول خبره انهما سيتوقفان بجانب قناه الري الساقيه لاكمال احتساء الكحول وانهما لن يدخلا الى سوق الاربعاء الغرب حيث ترجلت من السياره واكملت طريقي الى منزلي مشي الاقدام وتركتهما محاذاه قناه الري بني مالك اعترف لكم انني قمت باحتساء قنينه خمر واحده من نبيذ الاحمر وكنت لي وحدي بسوق 3 ولم يكن واكد لكم ان المسمى احمد زعباط خوك المرحوم وولد المسؤول الجماعي كان يحتسيان هما الاخران الخمر واكد لكم ان المسمى ولد المسؤول هو الذي كان يتولى سياقه السياره المسمى احمد زعباط من نوع فولكسفاجن رماديه اللون هي هذه الطنوبيله ياك الطنوبيله هي هذه اجهل تماما اها هي هذه الطنوبيله انا شفتها هي هذه الفولكسفاجن صافي معليش هي هذه حنا غادي ندوزوها في المونتاج ابدا ما يعرف هو هذا وفين هو التصريح ديال هذاك ولد المسؤول الجماعي المسؤول الجماعي غيجي هنا غادي يقول لك انا هو هذا اش كيقول ولد المسؤول الجماعي ملي عيطوا له اؤكد هل احتسيت الخمر بلاتي في يوم الجمعه على الساعه 9 كنت اتوت بمحادثه الدوار ولد توقف وكذا احمد الزعباط على من نوع فولكسفاجن رمى الذي اعرف حق المعرفه كونه موظف في الجماعه القرويه فسالني عن وجهتي فاخبرته بانني سأذهب ها سؤال هل احتسيت الخمر في تلك الليله رفقه المسمى قيد حياته احمد الزعباط قال له واش شربت انت وياه اؤكد لكم انني لم احتسي الخمر الشاهد كيقول له شرب تيكون انا ما سكرتش
ويتلعثم في كلام هل لاحظت ان المسمى قيد حياه احمد زعباط في حاله السكر ويتلعثم في كلامه ليله الواقع؟ اؤكد لكم ان المسمى قيد حياه احمد زعباط لم يكن يختسي الخمر امامي ولم الاحظ اي علامات سكر عليه. هذه المسمى عبستام البوراري هو ذاك الشاهد اللي جابهم قالوا له هل كان يحتسي الخمر في تلك الليله؟ لم يكن المسمى عبستام البوراري يحتسي الخمر عندما قمنا بنقله رفقتنا. دابا لا قلت يقولهم شربت الخمر؟ انا كنشرب ورانا جدي هذا قال لهم ما كيشربش. هل لاحظت على المسمى عبستام البوراري اي علامات تبين انه في حاله سكر؟ لقد صعد المسمى عبستام البوراري رفقتنا السياره مسافه سوق ثلاث الغرب وصل سوق الاربعاء ولم الاحظ اي شيء يدل على انه في حاله سكر ولقد كنت اتولى السياقه وكان يتحدث مع المسمى احمد زعباط. اؤكد لكم انني لم اشاهد اي قنينه خمر بسي كيف تفسر سؤال قالوا الجندار كيف تفسر وجود قنينه خمر؟ كتقول ما كاين ما لاحظ كيف تفسر وجود قنينه خمر بسيارات الهالي؟ أؤكد لكم جواب أؤكد لكم أنني لم أشاهد أي قنينة خمر بسيارة الهالك حيث الجندرم لقاو قرعة في المحل قال لهم أنا ما شفتهاش. أؤكد لكم أنني لم أحتسي الخمر رفقة الهالك أحمد زعباط كون رجال الدرك الملكي كانوا في جميع الأنحاء كذا كذا. أثناء خروجك وعودك إلى المنزل هل أتانت هناك تجمهر الناس حول قناة الري؟ قال لهم أؤكد لكم أنني في صبيحة الواقعة توجهت إلى مدينة السوق الأربعاء الغرب وأخذت وجبة الفطور بمقهى بحي بدر ثم عدت إلى المنزل وبعدها أخذت وجبة الغداء توجهت مباشرة إلى مولي بوسلهام كوني أذهب كل يوم الأسبوع إليها. دابا النهار اللي كيقلبوا على أخوك هو بشبات بلاصة أخرى وكان معاه بالليل ما جا حضر على الطوموبيل تهزت ما جا حضر على السوق ملي سولوه فيك تي داك النهار غبتي قال لهم مشيت لمولي بوسلهام. مولي بوسلهام فين مشيتي بتي؟ في واحد الدار واحد دار في مولي بوسلام الجندار مشاو ديك الدار ما مشاو ليهاش ما سولوا على الاوصاف ديالها ومشاو يبغاو يتيقنوا واش كان ولا ما كان كانوا يديروا محضر انتقال تما. سؤال اثناء خروجك وعودتك الى المنزل هل اثار انتباهك تجمهر الناس حول قناه الري؟ قالوا لهم انك خارج وداخل بالكش بنادم مجموع باقي ديك. قال لهم نعم فقد سالت بعض المره فاخبروني ان سياره احمد زعباط سقطت وسط قناه الري وانه لا يتواجد بالسياره وقد غادر المكان ولم اعير الامر اي اهتمام كوني قلت مع نفسي عندما سالتقي به سوف اساله عن الموقع. الناس بزاف مقشقشين دوار دوار مقشقش دوار ودوارنا هو لم يعير الامر اي انتباه هو اخر من كان معاه وكيبان ليه التجمهر كيبان ليه بالدار وكيبان له التجمهر من الدار ديالهم تتبان. واخا سؤال من اخبرك بضروره القدوم الى مكتب مركزينا؟ شكون اللي قال لك اجي عندنا؟ لقد اتصل بي والدي صبيحه هذا اليوم حوالي الساعه 9 صباحا به المسؤول الجماعي واخبرني ان رجال الدرك يبحثون عني وان المسمى احمد زعباط قد وجد غريقا في قناه الري لاتقدم الى مكتب مركزكم. ما كاينش هذا الشيء خبره عندنا اتصل به بوه بالتليفون الخبرات تثبتت هذا ما هادر والاخر ما متوصل. دارت الخبره على الهواتف دارت الخبره على الهواتف ديالو هو ما كاين شايل. اذا الخبره على الهواتف ماشي مشكل انا راه نشوف راه الحجره هذه الخبره على الهواتف نتيجه الخبره على الهاتف ديالو هو هنا كيقول لك بو اللي عيط لي في التليفون اللي عيط له في التليفون. لقد اتصل بي والدي صبيحه هذا اليوم حوالي الساعه 9 واخبرني بان رجال الدرك يبحثون عني وان المسمى احمد زعباط قد وجد غارقا في قطره لاتقدم الى مكتب مركزكم. با اللي عيط له با اللي عيط له في الخبرات ما عيطليش با وهنا في الخبره ديال التليفون الخبره ما كاينش هذه نتيجه الخبره الطفا ديال با ديال با وديالو ما كاينش مكالمه بينه وبين با هذاك السمو مكالمه ديال اذا كذب هنايا كذب ما كانش تما كاع اذا كذب في الخمر وكذب في الاتصال وكذب سؤال اثناء اخر وكذب ثلاث ايام ما شفتوش بلاتي تلقاه هنا قال ثلاث ايام ما شفتوش قال لهذوك الولد ديالي وذاك السيد اللي مشى مع الموتور باش سولوه واش ما شفتيش الاخ فلان خو احمد عمي لان ولدي اللي مشى عنده ولدك مشى عنده وتلاقاه تلاقاه ما كيعرفوش كاع قال له قبل ما يعيطوا له الجندرم قبل ما يعيطوا له الجندرم ما شفتيش عمي البارح كان معاك راه قالنا البوراري جبتو البارح وكان معاك وكذا كذا هذا الشهيد راه اش قالنا اش قالنا؟ قالنا قال هذه ثلاث ايام ما شفتوش بلاتي وسمعوا لهم الدرك في هذه السياق ها هي في يوم امس ها هو كيهضر في يوم امس هذا ولد المسؤول الجماعي كيقول الجندرم في يوم امس حوالي الساعه الثانيه بعد الزوال تقدم امام منزلي شخصين لا اعرفهما حيث اخبراني انهما يبحثان عن شخص يدعى هذا ولد المسؤول الجماعي فاخبرتهم انني انا هو المقصود شنو بغيتو؟ فسالني هل احمد زعباط يتواجد معي؟ فاخبرتهما هو ولد المسؤول خبر ولدك واللي مشى معاه فاخبرتهما انه لا يتواجد معي فاستفسرتهما هل عثروا عليه؟ فاخبراني انهم لا يزالون يبحثون عنه واضاف علي ان عبد السلام البوراري اخبرهم انني كنت رفقته فاجبتهم انني لم ارى احمد هذه منذ ثلاث ايام ما شفته.
دابا هنا كيقول الجندار 3 ايام ما شفتو وبغى يجي عندهم هما النيت وبغى يقول لهم راه شفتو راه هذوك ما وكيقول لهم انا ما شفتوش هذه 3 ايام دابا هنا راه قال 3 ايام ما شفتو وراه ولا قال لهم دابا انا اللي واخا الخبره ديال الجندار مع الجسم ديال المرحوم بالنسبه حيت هو قال لك ما كناش سكرانين هذا ولد المسؤول اثبتت على انه الجسم ديالو لقاو فيه الخمر من غير القرعه بعد الادله مع هذه الادله شنو قال على الجسم اللي داروا له المرحوم لقاو عنده في حاله ديالو الشراب مدوزي بزاف لقاو عنده 6.3 لتر سنتيلتر في كل لتر ديال الدم ديالو خلصت النتائج ديال هاد التحليلات ان المرحوم ما يقدرش يوقف وما يقدرش يصوب ويقدر ينعس ويقدر يتبول ويقدر يموت وعديم الحركيه دابا الا مشينا بالسيناريو ديال الابن نفترضوه صحيح هو وصلوا للدار عطاه طوموبيلته دخل لدارو ينعس وهذاك جاب طوموبيلته في هذه الوضعيه هذه ديال هذه الحاله الجسمانيه ديالو بهذا لا دوز اللي عنده في الدم ديالو هو طاح بها في الطوموبيل فغيقدر يخرج في اتجاه معاكس ديال المجرى الماء واخا نطيح انا حاس انا ولا انت تطيح الله يسقط صعيبت تحل حتى الباب تحل الباب واخا سي مالك وما تلقاش الشم فيها واخا على الصعيد دابا المسطره مش فين لقيتو فين واش ما كانش التعاون معكم مزيان ما كاينش التعاون معنا اطلاقا من 2018 وحنا دابا ما بين رئاسه النيابه العامه والنيابه العامه 5 سنين 18 18 عندنا ملتمسات كاتبينهم للنيابه العامه تنطلبوا فيهم اخراج الملف من الحفظ داروا في الحفظ في الحفظ تحفظ هو الملف دابا ما دارش كاع المتابعه لا ما ودابا اللي هو غريب في هذا الشيء هو ان بنادم تيجي يكذب على الضابطة وتيواجهوه بنتائج الخبرة تيقولوا له انت قلتي مشيت نعست الخبرة قالت لك ما نعستيش كيفاش نعست شنو قال هو نعس هو دابا راه قال دخلت للدار مع 12 ديال الليل وعطيتو طوموبيلته الخبرة من جدي على الهاتف ديالو فين جراته لقاته مشى للسوق ثلاثة رجع ولقاته ذاك الليل ذاك الليل ما نعسش الليل كله وداير في الخبرة ديال الهاتف في الخبرة ديال الهاتف حبس هذه خصو الجمهور يفهمها مزيان كيقول هو على انني حطني السيد ومشيت نعست هو هذا كلام راه في المحضر قريته مشيت نعست هذه روايته عطيتو طوبو ملتو هذه روايته ملي مشيت الخبر على الهواتف لقاو السيد مضي بلاصي اماكن مشى الليل كامل حتى الربعة الصباح وباقي كيهضر في التليفون ومنين من سوق ثلاث واخا هاد الجندارم ولا هاد السلطات اللي فتحت في هاد الشيء كيفاش كيلقاو هاد التناقش كيفاش كيديروا كيقولوا له سير بحالك كلا استاذ كيسمعوا ليه ويجاوب بالنفي وكيخلي وكيقول لهم انا هاد الشيء اللي كتقولوا ديال الخبره ما يمكنش كاينه كيقول لهم كتكذب بالخبره وكيقولوا له سير بحال ما حنا راه ما غنحماقوا في هاد المسطرات كيفاش هاد الشيء واش بنادم تيكذب بالخبره مكانا وزمانا وتموضوعا لا فين كان ولا فوكاش هضر تيقولوا سير بحال تيقولوا هضرتي مع فلان الخبره علاش ما عطاوش القاضي التحقيقي بحال فهادشي وحنا تنطلبوا على التحقيق ما بعطاوش لنا لا علاش ما حلتش النيابه العامه القاضي التحقيق مدام علاش انا اسوا النيابه العامه كتحرك لي فائده الشك ها علاش غير تشك كدير روح الشك كدير روح هادي ولا لا شنو غيمنع دابا النيابه العامه بغيت نحيدها كقاضي التحقيق قلب لي في هاد 14 باقي 14 غنمشيو دابا مشينا لرئاسه النيابه العامه من هادشي دابا مشيتوا رئاسة النيابة العامة؟ مشي مرة مشي جوج من 2018 وحنا في رئاسة النيابة العامة وهذه طريقنا دابا رجلينا منها اليوم كنتي تما اليوم كنت تما استقبلك النائب استقبلني النائب قال لي تسنى المسؤول راه مشى يصلي وما حنا بقينا تما جالسين ما استقبلوكمش استقبلونا استقبال تما مشكورين بواحد الطريقة نقولوا راه حنا مشي مزيان فوق مزيان ما نكذبوش على الله درنا شكاية في 26/12/2023 تظلم من قرار الحفظ المؤقت ديال السيد الوكيل العام الوكيل العام اللي وقال اللي مات ياك اللي مات وهذا كل واحد دار حقه حقه في قرار الحفظ بجوج محفظوا بجوج حفظوا الاول حفظ ومنعنا من الوثائق ممنوع تشوفوا الوثائق كاتب لنا بلاش غير قول وثائق اداريه تخص النيابه ما نعطيكم هذه الخبرات راه حصلنا عليهم حتى مؤخرا تتوفى تمات عاد خديتو الورق قلنا له عطينا الخبره المحاضر كيعطيو لنا والخبره قال لك وثائق اداريه تخص النيابه مات بكورونا مسكين داك السيد الوكيل المقيل الله يرحمه ما كاين بها زيد مشينا شكينا خرجوا من الحفظ
فعهدوا فعهدوا حالوا على فعود ما يعطيه لابيجي هذا الشخص لابيجي مخصوص المركز الترابي أيه. ردوا هو بداك العكس ديالو ردوا الله يرحمه للمركز الترابي المركز الترابي ما مساليينش لهذا الشيء وما كاي يلا نبقاو المشاكل رجعوا لتما مشينا حنا طالعنا على نتائج الخبرات ديال هذا السيد مشينا درنا التصريح في هذا السياق هذا قلنا هذا السيد هذا اللي قال لك با ما با راه ما متصلش به وما وراه ضل مشينا درنا شكايه للرئاسه النيابه العامه في الموضوع دار محضر في المركز الترابي رجع دار له الحفظ جا السيد الوكيل العام الجديد استقبلنا مشكورا بحضور المحامي ديالنا فتح معنا الموضوع ناقش معنا كما كتناقش معنا دخل معنا في لي ديطاي كيفاش هادي كيفاش هادي هذا خاوم في هادي كذا هذا كذا جاوبنا على الاسئله كلها عيط على الميل من الحفظ داروا هنا عطاه للشوش قال له ديروا في الطوموبيل دخل له عنده اكثر من شهرين دراسه عطاه احد النواب ديال محكمه الاستئناف درنا ملتمس على لاخراج الميل من الحفظ معطيات اللي عندنا ديال الخبره تفتح حاله هذا على الفصيله ما بقاش عند المركز الترابي غير باختصار عافاك باختصار بتعليمات مكتوبه غير قول لي طالبا منكم الاسترشاد بنتائج الخبره ورد الاتصال لتلقي التعليمات مواجهات فلان فلان ومواجهات فلان فلان وفلان وفلان من بينهم بنتائج الخبره منهم والمسؤول الغريب غنقول لك واحد القديمه ضابط محرر المحضر قام بداك الشيء اللي تطلب منه استدعى الناس دار لهم المواجهه اسمع لهذا اسمع لهذا كياكدوا الكذوب ديالهم السابق المحاضر راه خمسه المحاضر داروا كياكدوا نتائج الخبره والمصرحين تيكذبوا الخبره وسير بحالك اخويا واخا تكذب الخبره واخا هذا هو اللي عنده الحق ما بقاش الخبرة ما عرفتش كيديروها وما كيخرجش بالنتائج ديالها اكثر من هذا كيديروا الخبرة العلم والعلم تيقول كلام والسيد الكلام قال لهم معدن السؤال اللي طرحتي دابا انت علاش كدير هذه الخبرة علاش الا ما غنديروش بها علاش غندير في الاول ما نضيعوش الوقت وهي فكت ما اعقد واخا كمل مالك اتصال ربط الاتصال للضابط قال خبر النيابة العامة تيقول لها سيدي راه استرشد بالنتائج ديال الخبره وجاءت معاكسه لتصريح ديال معني فلان مع بواه وكتبها في المحضر الضابط ما قالش اخبرناه بنتائج بحثينا كما كيدير قال له علاقه قال له بعد الاسترشاد بالنتائج تبين لي انا كضابط محرر المحضر ان التصريحات ان النتائج ديال الخبره جاءت معاكسه للتصريحات ديال الدري وباه راه ما كاين المسؤول الجامعي ولده ما كاين لا مولاي بوسلام ولا هم يحزنون تعليماتكم واش تنتظر انت شقاتوا النيابه العامه ختم ها ختم ورجع لنا المسطره في على ضوء سميتو علاوي يمشيو بحالهم الناس لديورهم والحفظ هكا انا اوكي انا ما هضرتش معك انا من شي حاجه هذه في الاول ولا في الثاني وفي الاول وفي الثاني ختم واخطر من هذا استاذ انه الخبره اللي دار الاسترشاد ياخذوا الحفظ هما بالمحضر طلبنا احنا المحضر عطاونا من دار الحفظ وطلبنا من نسخه ديال الخبره اللي قالوا استرشد بنتائجها وضم البعث ما كاينش ما مرفوقاش مع خذا الحفظ قبل ما يطالع على الخبره وعلى النتائج ديال الخبره دار الحفظ قبل ملي طلبناه حنا على شهرين عاد جابوها واخا مالك مشينا سنختم لك مشينا لرئاسه النيابه العامه تشكينا من هذه المسائل وعطينا ادله وقرائن في النيابه العامه في رئاسه النيابه العامه شنو نقول لهم باختصار الادله بالملموس وجود خدشات على وجود خدشات على مستوى الهالك الفقرة المعينة الخارجية بالتشريح الطبي للتوصي وجود خدشات راه كاين تخويش دابا حنا نجمعوا الأدلة وجود خدشات على كتفي الهالك معينة الضابطة القضائية بالمحضر 23/27 كنقولوا حتى حاجة من عندنا حنا وجود
صور فوتوغرافيه بالصور المرفقه بالمحضر تبين وجود خدشات بكتفي الهالك، وجود اربع خدشات على مستوى جبهه الهالك، الصفحه واحد المعاينه الخارجيه بالتشريح، وجود تسلل صغير تحت الجلد للعين المشعره بجوار الضرر الامامي المذكور سابقا دون كسر عظمي. تحتوي المعده على سائل ثلاثي من احتقان في الغشاء المخاطي للمعدة. الفقرة الثالثة من المعاينة الداخلية للتشريح الطبي، زعما تعتم تنقولوا احنا تنعطيكم على اللي كاين ديال الأدلة والقرائن في المسطرة. وجود دم متخثر على مستوى أنف وشارب الهالك، معاينة الضبيطة. صافي صافي، عندي سؤال غنختم به هذه الحلقة. سؤال دابا، في نظرك أنتوما، في نظركم أنتوما كأسرة، شنو كترجحوا؟ أكيد شي سيناريو تصورتوه للواقعة، شنو غيكون وقع؟ هاد المسؤول الجامعي شنو غيكون وقع بالضبط؟ هاد الطنوبيله هنا، الجثه من بعد الصفاي، شنو كتوقع السيناريو اللي كتكون توقع وقع في ذاك الليل في نظرك؟ هاي تخيمي تخمين. المعلومات اللي عندنا دابا، القناعه اللي عندنا، ان هاد السياره ديال العم ديال الهالك اللي توجدت مقلوبه، وقيله ان واحد السيناريو حقا واحد العود في الليل دايز، وهذاك عمو كان غادي وحاول يتفاداه وتقلبت وتهرست وجرها وداها مشالها لدارو. هذيك لا ما بعيداش على مكان فين طايحه الاخرى في الساقيه شي 10 متر. بمعنى اخر ان هناك هنا وقع واحد الشجار دابيزه تهرست فيها الطوموبيل ديال هذا المرحوم، ما كاين لا عود لا لهم يحزنون. جابوا واحد الشاهد حتى للمحضر الثاني ديال 20 اللي دارتو الفاصله. طب انت كتوقع بانه بان المرحوم دابز مع داك عاود المسؤول ضربوا التضرب وتهرس الجاج تما وتهرس كذا ضربه خطا، كنضربوا ضربه غتكون ضربه خطا ماشي لانه راه صاحبه هذاك الاخر شرابو صح شراب. وشوف شنو وقع تما، الحاله اللي كان فيها الله يعلم بها الله، داوه لدارهم خلاوه تما تيتسناو، خافوا يديه الطبيب يموت في الطبيب، بقاو كيتسناوه من مات جاور ما هو في الساقيه الصباح. هكا كتخيلوا انتم؟ احنا هكا كنتخيلوا، هذا هو السيناريو اللي هو ويقدر يكون عاوتاني مات اختناق ميكانيكي عادي، ممكن يكون يقدر يكون هذا الشيء. واخا نمشيو في هذه الفرضيه، شكون اللي داه هو لتما؟ شكون كيفاش هو تما والطوموبيل لهذا الجهه؟ والاخر اللي ورا الصفاي ب 500 متر لا يستطيع الوقوف، هو ما يقدرش حتى يوقف. واخا نسولك على سؤال، البلاصه اللي دفعت فيها الطوموبيل ويرميه حتى هو معاه، علاش يرميه ورا الصفاي؟ هذا هو الروع عزيز عبد الله. ها الروع عزيز عبد الله كدارو تما، كاين شويه ديال يقدر يكون ترمى بوحده في ديك البلاصه، وعاد جاو الطوموبيل ودفعت مشات لديك البلاصه. زعما هي المهم انتم كتستبعدوا انه موت اختناق ميكانيكي. كان الاسباب، حنا كنشوفوا الاسباب والمسببات. واخا في دقيقه مالك، في دقيقه ختم معايا في شي دقيقه، نخلي لك انت كلمه الاخيره. كلمه مرحبا سي ميرود، قلتي بان سي مالك شي نقطه مهمه كان غيختم، وقلتي نذكر شي نقطه مهمه اللي نساها. النقطه المهمه اللي نساها هو ان نتائج الخبرات الهاتفيه تبثرت منهم يومي 21 و22 من الخبرات الهاتفيه. كيف يعقل حنا غادي نديروا بحث لهذ اليومين اللي فيهم الواقعه ونتائج الخبره ديالهم ما كاينينش، محيدين. بثورين محيدين ما كاينينش، وكيفاش يمكن لينا نديروا البحث نكملوا البحث ديالنا والهاتف ديال المرحوم ما كاينش الخبره ديالو، كاين هاكا هو كاين الاستاذ ها هو شوف شحال عنده هنايا، عنده شحال مكالمه ولكن ما داروش له لائحه ديال المكالمات ديالو. درنا ملتمس للسيد الوكيل العام، قلنا ليه ودي هاد اليومين هاي 21 كنطلبوا ديروا تعاودوا لينا كيفاش حيدات، قال لنا الحفظ. طيب نسولك واحد السؤال السي ميرو، طيب انت كنتي اجودان شيف ديال الجندار، بحكم تجربتك طويله في الدرك الملكي بحال هذا الملف دابا وهذا التعامل اللي تعاملوا الدرك، شنو التفسير في نظرك؟ شنو تيوقع؟ تقصير من الدرك ولا ماشي لخاطرهم الدارك النيابه العامه ولا شكون؟ بحالات بحال هكا بحكم تجربتك شنو غيكون وقع؟ واش التقصير ولا عليهم الضغط الله يحسن العون الملفات بزاف ولا شنو في نظرك؟ فيهم عدم عليهم التقصير. كاين التقصير؟ كاين التقصير. لا مثلا استاذ مثلا فكرت واش التقصير؟ هذه خبره ديال هذا الشيء. شوف شحال من انسان كاين هنا في هذا اليومين اللي حاضرين فيها والسامعين هما في المحضر، لجوج الناس
شو شحال شحال واحد كله بقى. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 17 18 19 20 70 لجوج 18 ما سمعوا لهمش شو اللي بالسابع سابعين الواحد ولا ثلاثة كما كابليش وبني سابع اليوم ما وضعش عليهم الأسئلة اللي هي مهمة اللي كت اللي غتجبد لا جبد كيقولوا شي مكالمة ناتر إذا كاين تقصير تقصير نخلي لك كلمة السي ميرون تاع الأخيرة كان يقول السي مالك نخليها لك أنت يا إحنا كنطلبوا تحقيق بالفشل التحقيق قاضي التحقيق قاضي التحقيق عندكم شكوك قوية بأن شكوك قوية كانت عندنا غير 10 في اللي كانت عندنا غير ما عندناش أقل ما نزيدوش عزاكم ذاك المسؤول الجماعي؟ لا حضر في الجنازة؟ جا ولكن بقى بعيد بقى بعيد من الجماعة كان في الجنازة؟ هو على حسب معلومات غير عيطوا ليه الناس قالوا ليه يجي وبقى بعيد ما جاش وسطه وما عزاكمش؟ لا وكنشكرك سي ميرود والله بين يعني الحق إذا كان هذا السيد هذا كما كتقولوا أنتم على أنه مات نتيجة جريمة قتل وإذا كان مات كما كتقول الرواية الرسمية نتيجة يعني اختناق ميكانيكي الله يرحمه سي مالك شكرا لك بزاف جينا تلخروا واحد الإضافة بسيطة وكر النادي والسي داكي كاس النيابة العامة داكي عندنا شكايات تما عنده من 2018 أغلبيتها ما تجاوبش عليها وكان حنا تنتشكاو من التظلم ديال قرار الحفظ ديال السيد الوكيل العام كيرجعونا لعند الوكيل العام وكاينة السرية في المراسلات ما بين رئاسة النيابة العامة والنيابة العامة ما تنعرفوش اشنو قالوا له على الشكاية وما واخا غير ربما الصوت ما يوصلش إذا السي مالك حنا كنطالبوا أطلبنا لقاء كتابي باش نشوفوا السيد رئيس النيابة العامة السيد داكي ما تلاقيتوش ما عندكم تلاقيتوش درتو طلب درنا طلب والنواب ديالو ما تلاقيتوش النواب ديالو ما عطاوناش اللقاء رسميا بلاتي درتو طلب السيد الوداكي درنا ليه ما تلاقيتوش ما تلاقيتوش شحال مرة درتو طلب بزاف درنا طلب وترددنا شحال مرة لتمايا كتمشيو تما كنمشيو بيرانا وتكرارا وما كتستقبلوش كنمشيو كنبقاو نهضرو في الموضوع كنقولوا لنا سيروا غنديروا غنديروا شكون هذوك النواب ديال شي نائب ديالو النواب كيقول لك اودي حنا غادي نشوفوا هذا الملف غادي نجاوبكم دابا لحد الساعه عندهم واحد احاله من نهار 18 شهر 1 الى يومين هذا ما جاوبوناش عليها نتمنوا سي الداكي توصلوا هاد الرسائل ديالكم وهاد الملتمسات ديالكم وتتم التفاعل مع هاد الشهاده ورقم الملف ديالنا هو 1383 في رئاسه في الابتداء في الاستئناف 13/83/2017 شكرا لك سي ميرو شكرا لك سي مالك بهذا متابعات ومتابعي القناة نكون قد أتينا إلى نهاية الحلقة نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء